حياكم الله مع اعتزام الرئاسة التركية زيارة العراق مطلع الأسبوع المقبل. وفقا للرواية الرسمية تتحرك المؤشرات الأولية صوب الملفات الساخنة اللي عقدت طبيعة العلاقة مع الجارة الشمالية. زيارة تخرج بالكامل من إطارها البروتوكولي وتبحث في النصوص الرئيسة اللي ظلت طيلة عقدين من الزمن تشكل دائرة الإشكال المعقدة: المياه، ضبط الحدود، استئناف خط جيهان، التكامل في الاقتصاد، هي أبرز الملفات اللي ضمنت في جدول الأعمال. زيارة توازى أيضا مع مستجدات الساحة الإقليمية ونهج أنقرة في السياسة الخارجية والقائم على إحراز نقاط أكبر ذات صفة من الأهمية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن رواتب موظفي إقليم كردستان الأزمة المتجذرة واللي شكلت حبل الشد بين بغداد وأربيل، توصل الطرفان إلى مذكرة اتفاق بشأن تأمين رواتب موظفي الإقليم بعد أن ظل هذا الملف عصيا على الحل برغم كم اللجان اللي وفدت إلى المركز اجتماع حتى ساعات الصباح الأولى، كان كفيلا بتصفير الخلافات، غير أنه مشروط بمدى التزام أربيل بتنفيذ ما يقع عليها من التزامات تمهيدا لإرسال المستحقات المثبتة في قانون الموازنة. هذين ملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم ويا ضيوفنا الكرام. تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم في الأستوديو الدكتور طالب الفيلي الباحث والأكاديمي. حياك الله دكتور طالب ضيفا كريما. أبدأ من هذا الملف بالزيارة المرتقبة اللي تأتي بعد سنين طوال تجاوزت العقد من الزمن وبيوفد حكومي كبير جدا. أسأل جنابك شنو سر الاهتمام التركي النوعي في العراق هذه المرة؟ يعني أول شيء لابد أن يعني نذكر أنه هذه الزيارة الأولى للعراق، يعني أولا بعد انقطاع ربما عقد من السنين أكثر من 10 سنوات، وربما كان السيد أردوغان في وقت رئيس الوزراء عندما زار آخر مرة العراق، اليوم هو رئيس تركيا، وبالتالي أعتقد بعد الانتخابات أيضا هذه زيارة مهمة. ما يميز طبعا ربما زيارات لدول المنطقة، ما يميز عن العراق أنه مع العراق تلك علاقات جيوسياسية، حدود مشتركة، وبالتالي هناك تداخل، وهذا التداخل اللي ربما تعقد سلبا ربما فترة بعد فترة. أعتقد هذه فرصة مهمة وكبيرة للجانب العراقي في سبيل أن يفرز طبعا هذه الطاولة بحوار صريح ووفق ربما نقاط مهمة. من أهم هذه النقاط باعتبار أن هناك وجود لعناصر مسلحة تركية عسكرية داخل الأراضي العراقية، وبالتالي الجانب التركي يتعكز على أنه وجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية اللي هو يعتبره طبعا ضمن تصنيفات الإرهابية ويهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي الطائرات تركيا والقصف التركي المستمر بين فترة وأخرى ضحاياها من العراق وضرب للسيادة العراقية. فأعتقد ربما هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا ضمنيا يعني متداخلة مع هذا الموضوع، هو راح سيكون ربما عن مستقبل حزب العمال الكردستاني، وهذه أيضا تحتاج إلى تفاهمات أمنية عسكرية،
وبالتالي الجانب الآخر اللي محل نقاش هو إعادة تصدير نفط العراق من إقليم كردستان إلى تركيا. هذا الملف طبعا اللي ربما ترتبت عليه حكم قضائي دولي، وبالتالي أيضا ترتب على هذا الحكم غرامة مالية ما يقارب مليار و500 مليون دولار على الجانب التركي. العراق طبعا توقف عن إجراءاته عن مطالبة بالحقوق لأمور استراتيجية واحترام للمصالح اللي موجودة. وأعتقد النقطة الثالثة اللي هي مرتبطة بهذين النقطتين المهمتين اللي هي ملف المياه، وبالتالي إذا ماذا يعني ذلك؟ يعني بمعنى أنه المصالح مشتركة ما بين الطرفين والحاجة أيضا متبادلة، نحن نحتاج تركيا وتركيا هي بحاجة إلينا. طيب ولذلك هذه المصالح متبادلة دكتور لو سمحت لي، راح تغير من سلم الأولويات سواء للعراق أو لتركيا، المسائل متشابهة ولكن المصلحة تختلف، فما يأتي به الرئيس التركي قد يختلف في أولويات ما تريد الحكومة العراقية، شو راح يكون تفاهم على هذه الأولويات وفق أي مبدأ؟ يعني ربما كلامك يشير ضمنيا إلى الواقع الاقتصادي، واليوم تعرف الليرة التركية هي في تراجع مستمر وتعتمد ربما في صادراتها على الجانب العراقي أكثر من 15 مليار دولار سنويا، هذا إذا ما يزيد الرقم عن المعلن عنه، وبالتالي إذا تركيا بحاجة. أنا أعتقد هذه أوراق، يعني أوراق قوية تلك الجانب العراقي يستطيع طبعا من خلاله إنهاء هذا الموضوع في اتفاقية مبرمة حقيقة تضع النقاط على جميع الحروف اللي هي أساسا صارت اختلافات واضحة جدا. يعني عندما نقول هناك مصالح مشتركة واستراتيجية بعيدة الأمن ما بين الدولتين، يفترض أن تكون هناك اتفاقية ملزمة للجانبين، وبالتالي اليوم الجانب العراقي جانب طبعا نتكلم عن دولة عراقية اللي جاءت بعد 2003 رغم طبعا 20 عام، لكن 20 عام أعتقد صعبة ومعقدة جابهة الدولة العراقية نتيجة التحديات الكبيرة جدا. واحدة من هذه التحديات هي دول الجوار اللي تركيا جارتنا، ونحتاج تركيا شحة في المياه، قلة في إطلاق طبعا السيولة المائية. وأعتقد هذا لا يعني لا يعفي مؤسسات الدولة من مسؤوليتها، لكن هم دائما يتعكزون على أنه إشعاراتهم اللي يعطوها دائما الجانب العراقي تكون ربما غير يعني ما تكون مهمة للجانب العراقي من لا مبالاة. أنا أتكلم في تاريخ خلال هذه السنوات، وعندما يقولون نحن ماضيين في بناء السدود أكثر من 750 سد صغير وكبير في تركيا، ويعطون إشعارات للجانب العراقي، الجانب العراقي ماذا فعل تجاه التحدي المستقبلي؟ وهذا مهم جدا مناقشته. طيب. على الأقل أقول يمكن تكون هناك فرصة لإعطاء طبعا العراق لمدة سنوات معينة ومحددة يقوم الجانب العراقي طبعا في إطلاق مشروع استراتيجي ضروري مهم، خلينا نسميه سيادي الجانب العراقي، باعتبار الأمن الوطني والأمن القومي أيضا معتمد جدا على المياه. وهي طبعا كلام خطير جدا عندما نستمع إلى أن هناك شحة وهناك هجرة ونزوح داخلي أثر طبعا على المناطق الزراعية وتصحر. نعم. واعتمادنا ربما بجزء طيب كبير أكثر من 75% هي على ما تأتينا. نعم. من مصادر يعني. نعم. المياه المنبع اللي هي تركيا. ما تفضلت به دكتور طالب، اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريمة دكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية ضيفا كريما في الأستوديو، وأنقل ما تفضلت به دكتور. أهلا ومرحبا بحضرتك. يتفضل الدكتور الفيلي حول العراق وأولوياته وتركيا وأولوياته، خلينا نجزئ هذا الملف بجزئية معينة. يعني العراق أولوية المياه، تركيا الأمن، ولنبدأ من موضوعات الأمن، يعني القصف التركي المتكرر، قواعد عسكرية على المناطق الحدودية، تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، هل راح تضع هذه المباحثات النقاط على الحروف؟ وكيف ستجزأ هذه النقاط خاصة حزب العمال اللي ربما يضع بغداد في مرحلة حرج أيضا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولصديقنا العزيز الدكتور طالب ولمشاهديك الكرام، ونعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية بمصاب بالأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
في تقديري لزيارة أردوغان إلى بغداد يعني كمقدمة للموضوع، هو يحمل ملفات ثلاثة ويمكن العراق لديه أكثر من ملف، لكن أعتقد هذه الزيارة قد تكاد تكون بروتوكولية ولتلطيف الأجواء بين بغداد وأنقرة، وأيضا أنقرة لديها مشروع حسب ما قيل بأن أردوغان الآن يجول في المنطقة للشرق الأوسط بعناوين أخرى غير هذه العناوين التي الآن تتداولها وسائل الإعلام بعناوين الأمن والمياه والأمور الأخرى. أتصور الأمر في الزيارة سيكون معقد، الملفات معقدة، وأيضا في نفس الوقت كلا الطرفين يعني العراقي والتركي ليس لديه الآن تصورات حول الحلول، خصوصا قضية المياه أو قضية حزب العمال الكردستاني الذي هو قضية مستعصية على تركيا منذ سنين، وكيف على العراق أن يجد حلولا أو يعطي حلولا لهذه القضية. إضافة إلى ذلك أنه أزمة المياه الحقيقية بين تركيا والعراق وسوريا هي أزمة مستديمة تتحكم بها عناصر يعني الهيمنة الأمريكية الهيمنة التركية على المصب، وبالتالي تجد أن على المنبع لذلك تجد أن تركيا لا تهتم كثيرا بالمصب ولا تهتم بالاتفاقات الدولية ولا توقع أي اتفاقية دولية إلى حد هذه الدقيقة. هذه من جهة. جهة ثانية، العلاقات بين الدول لا تتحدد بالتجزئة، يعني لا يمكن تجزئة العلاقات، وكما قيل بأن المصالح الوطنية التركية تحدد استراتيجية العمل التركي. نعم في بعض الأمور، ولكن عندما تكون الأمور مشتركة في المياه المتشاطئة أو المياه المشتركة في المصب والمنبع، هذه الاستراتيجيات يجب أن تحكمها المصالح المشتركة، تحكمها المصالح بين الدول، وهذه المصالح لا يمكن تجزئتها. يعني تركيا تستأثر بالمياه ولكننا لا نستأثر بالعديد من الامتيازات التي تأخذها تركيا من علاقاتها التجارية والسياحية والعقارات وأمور أخرى، وتطلب من عندنا أيضا أن نساهم في حفظ أمنها من خلال قمع حزب العمال الكردستاني أو اتخذ إجراءات مناسبة. هذه المعادلة لا أعتقد أردوغان سيستطيع من فك رموزها، لأنهم مستفيدين من كل هذه الملفات، والعراق لا يستطيع أن يطرح إلى حد هذه الدقيقة أي يعني أسلوب من أساليب الضغط على تركيا من أجل أن يعني ينتزع منها على أقل تقدير حقوقنا في المياه. هسه مرة نتحدث عن الضغط دكتور، ومرة أخرى لما تشي المعلومات بأنه أردوغان راح يزور العراق على رأس وفد رفيع المستوى، بالتالي هل تتوقع أن يكون الجانب التفاوضي هو حاضر؟ وإذا كانت هنالك مفاوضات ستحصل بين الجانبين، راح تتوقع بأنه راح تكون ضمن مبدأ الرابح الرابح، يعني نقدر نطلع لنا حق من تركيا مو فقط ننطيهم؟ في تقدير العراق واضح في مطالبة العراق، يعني لديه أزمة مياه، لديه تواجد تركي، لديه اعتداءات تركية على الحدود العراقية بعناوين حزب العمال الكردستاني. تمتثل تركيا للقوانين الدولية بخصوص المياه؟ المياه تركيا لن توقع على أي اتفاقية، لن توقع على اتفاقية التصحر والتبخ المال لهذه يسموها الحرارة والطقس أو المناخ، لم توقع على هذه الاتفاقية، لأنه أيضا الارتفاع الحراري والمناخ يؤثر على مسائل التبخر في المياه الصادرة. أيضا لن يوقع على اتفاقية تلوث المياه، يعني المياه التركية التي تخرج ما بعد السد معروف يعني علميا أنه المياه التي تخرج ما بعد السد تكون أقل نقاوة من التي قبل السد، فكيف إذا عدنا عشرات السدود تمر عليها، إضافة إلى ذلك المبازل وتداخلها مع المياه العذبة، إضافة إلى المخلفات للمعامل والمصانع، هذه كلها تؤثر على المياه القادمة، وتؤثر أيضا على طبيعة ونقاوة المياه التي تحكمها القوانين الدولية بأن يكون المنبع إلى المصب يحافظ على نوعية المياه وكمية المياه. فإذا تركيا لن توقع على هذه الاتفاقية لأنها مستفيدة، ولا تريد أن توقع على هذه الاتفاقية لأن تقول بأن إنشاء السدود والحالة الموجودة هي حالة تتعلق بالوضع التركي وهذه ضمن الاستراتيجية التركية. إضافة لذلك الأتراك لديهم أسلوب جديد وسياسة جديدة بدأوها من سنة 1980 وهو مشروع بيع المياه. هم حتى عرضوا على دول عديدة بما فيها إسرائيل على أن يمدوا يعني خطوط أنابيب ضخمة إلى تلك الدول من أجل بيع المياه، وكانت سياستهم لتر ماء يساوي لتر بترول، وهذه سياسة معلنة ولا زالوا يعملون فيها إلى دول الإسلامية، إلى أرمينيا، إلى مادة دول طاجستان، هذه المناطق الأخرى يحاولون أن يعني يبيعون المياه بأسعار حتى يرفضوا طيب اقتصادهم. هذه المسائل يجب أن تكون واضحة عند العراقيين، ويجب أن تكون واضحة جدا عند الأتراك بأن المصالح المشتركة
يمكن ان تهتز اذا في حاله يعني تركيا استاثرت بالحلول لحالها. يعني هل ممكن انا نرجع لموضوع التفاوض والمصالح المشتركه تكون هي الحاكمه ومن اتمنى ذلك؟ يعني انا لسه السؤال هذا، يعني انا اترقب هذه الزياره بكل يعني لهفه وبكل شغف من اجل ان نحقق شيء، وهو جاء بمشروع ترى لا تنسى، هو الان عنده مشروع يتعلق بالقدس، يعني حتى يعيد يعني نظريه المسلم والكذا والقائد المسلم. هذه طبعا الامور انا بالنسبه لي لا اجدها مفيده للعراق. العراق اصلا هو رافع رايه يعني القدس ورافع رايه يعني نصره الفلسطينيين، ولا يحتاج الى من يعضد هذا الجانب او يعني يمكن ان يرتفع سياسيا على حساب المصالح او الزياره. لكن هل السؤال هو الان اوجهه الى نفسي واوجهه للدكتور طالب ولا اي واحد، هل فعلا اردوغان سياتي بحل لقضيه التواجد التركي؟ هل سياتي بحل لمنع الاعتداءات وإيقاف الحملات على العراق؟ وإذا تكلمنا على المنطقة، هل فعلا سيتوقف التدخل التركي في سوريا والذي يؤثر تأثيرا مباشرا أيضا على العلاقات العراقية العربية؟ راح تحيننا دكتور إلى أيضا قضية التفاوض. دكتور طالب، يتفضل الدكتور عدنان السراج بهذه التساؤلات. وهنا أيضا إذا ما كانت الجلسة تفاوضية وتوضع الملفات قبالة الملفات، ونتحدث عن ملف مهم أيضا وهو خط جيهان، كما يبدو أنه ملف دسم في هذه المباحثات، تتوقع أن يتم استئناف التصدير عبر هذا الخط، تلويح السيد السوداني في زيارته لدمشق بتفعيل خط بانياس، هل حفز أنقرة لعدم ضياع هذا الممر منها؟ يعني أولا من حيث المبدأ، الخلافات ما بين دول المتجاورة تختلف طبعا بالطروحات وبالحلول، لأن باعتبار هذه مصائر مشتركة، وبالتالي لا يمكن طبعا أن تكون هناك فواصل مهمة استراتيجية، لأنه ستنعكس سلبا على الجارين. بدليل لما أصبح الإرهاب بالعراق، ماذا الحكومات الرسمية العراقية قالت؟ يا بساعدونا وإلا هذا الإرهاب سينتقل لكم، وبالتالي انتقل إلى كل العالم. وحتى طبعا اليوم المشكلات اللي تحدث من هجرة و هجرة معاكسة، بالتالي أيضا هذه الدول هي متضررة. أنا أقول هناك يعني فكرة ما كانت موجودة، منظمة مجاهدي خلف العراق كيف تم ترحيلهم من العراق وفق طبعا إشراف الأمم المتحدة وضمن نقاط معينة، بالتالي انتهى الموضوع بطريقة سلمية وانتهت خلاص. ما ممكن طرح هكذا موضوع أن يكون مع حزب العمال إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية مستقلة قادرة على إعطاء هكذا قرار. أعتقد إذن الحال يمضي، وإلا زعماء لدول كبيرة جدا ما تجي لنا ساعات، تجي هي في نزهة إذا ما تمتلك طبعا قرارات وهي عندها إرادة في إعطاء قرار. وأعتقد أيضا حكومة السيد السوداني هو يتوجه نحو حلحلة كل الموضوعات، لكن هذه الحلحلات لا يمكن أن تكون آنية أو مؤقتة أو مدروسة خلال سنوات، يعني اكسباير تنتهي، لابد أن تعضد طبعا هذه المشاريع، سواء كانت اتفاقيات تمضي في مجلس النواب حتى يكون مبادئ نتعكز عليها. لذلك اليوم طبعا فاتني ان ارحب بصديقي العزيز دكتور السراج، الله يخليك. هو ذكر نقطه مهمه، قال انه ما عندنا اتفاقيات من سنوات طويله، وتركيا ما عندها اتفاقيات حتى مع العراق. نعم. اذا لماذا لا نسري بهذا الاتجاه ونحن نظام ديمقراطي وهناك مصالح متبادله؟ الدستور العراقي يمنع طبعا ان تكون الجغرافيا العراقيه من وجود أي عناصر مسلحة أو تكون قواعد لضرب أي دولة كانت في أي مكان في العالم، مو فقط دول مجاورة. إذن السؤال، أنا أيضا أطرح سؤال بسؤال، ما هو الداعي لوجود عناصر مسلحة داخل العراق؟ أفهم واعي جيدا أنه إجابة معقدة جدا ومسؤوليتها قد تكون ربما أكبر من الإجابة، لكن بطبيعة الحال هي تقع ضمن المرمى العراقي. يفترض على الفاعل السياسي العراقي داخليا مع اقليم كردستان مع الاتحاد انه يكون هناك تفاهمات لطرح مخرجات لهذا الموضوع بعيدا عن المصالح الدوليه الاخرى، باعتبار ربما هناك هذه العناصر لديها ارتباطات مصالح مع دول ما تجي على اراضي العراق، لانه الجانب العراقي هو الذي يتضرر. انا اعتقد طبعا وربما قد اكون جازما انه اليوم سلاح المياه بيد تركيا هو ليس فقط انه تلويح، وانما ربما تستخدمه في المستقبل القادم اذا لم تكن هناك اتفاقيات استراتيجيه مع الجانب التركي. انا ذكرت هناك نقاط مهمه يمكن الاستفاده منها. النقطه الاخرى بالنسبه الى ممر جيهان، وما هو تركيا اليوم
هي تركيا تتكلم طبعا حتى عن طريق التنميه بالمناسبه، يعني هذه ايضا في جعبه السيد اردوغان للعراق. نعم. وهم مسرورين بهذا الطرح، وبالتالي ايضا هذه ورقه قويه جدا يمتلكها الجانب العراقي من البصره مرورا بتركيا والى اخره. النقطه الاخرى الثالثه اعتقد ايضا هي لا تقل اهميه، عندما تطلق طبعا او يتم اعاده تصدير النفط من اقليم كردستان، هذه اموال تدور على تركيا، بالتالي حتى ربما ما ترتبت على هيئه التحكيم الدوليه في فرنسا، يعني هذه ايضا ورقه هي موجوده عندنا، ربما قد احنا نخليها نتركها في وقت معين، ربما قد نتغاضى عنها اذا ما كانت تركيا تتفاعل ايجابيا مع العراق. بطبيعه الحال اذا هناك مخرجات كثيره جدا، انا متفائل طبعا لان رئيس لتركيا، وتركيا اليوم هي قويه وتتحكم بالمناسبه حتى في تاثير في بين الحرب الروسيه الاوكرانيه، من هو المفاوض الكبير لحل مشكله الحبوب سابقا وغيرها من الامور، بالتالي اليوم تركيا عندما تاتي الى العراق هي طبعا جايه وبجعبتها كثير ربما من المشاريع، اذا ما بقينا بقراءه هذه الزياره يمكن الجانب العراقي ان يستفيد منها. اسمح لي دكتور، أنا أرحب بضيفي الكريم الدكتور مصطفى حامد أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، انضم معي عبر سكايب من تركيا. حياكم الله دكتور أغلو. هل يمكن قراءة هذه الزيارة ضمن إطار السياسة الخارجية التركية الجديدة التي تتحرك في محيطها الإقليمي بشكل مكثف؟ قبل أيام في السعودية، الإمارات، قطر، تفاهمات مع سوريا، ما هي طموحات هذا النهج الجديد طبعا الى الجانب الاقتصادي ايضا؟ مساء الخير لكم ولكل المشاهدين والضيوف الكرام. ما لا شك ان تركيا بعد يعني الانتخابات والفوز بمرحله لمده 5 سنوات قادمه تريد ان تعيد يعني تقييم كثير من الملفات، ومن اهمها الملف الاقتصادي والعلاقات الخارجيه مع دول الجوار. اليوم تركيا تعاني من أزمة اقتصادية إن صحت هذه الكلمة، وهي والحالة الاقتصادية من أولويات الحكومة التركية الحالية، لأن تركيا تعرضت لمشاكل اقتصادية وهذا أثر على يعني الناخب التركي، ولذلك لم تحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى. هناك مطالب من يعني الشعب التركي أن يكون هناك استعجال في تعديل وتحسين الحالة الاقتصادية، ومن هنا يعني تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دول الجوار، وبدأت بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وتأتي الزيارة القادمة إلى العراق لأهمية صراحة العراق بالنسبة لتركيا وخاصة بالنسبة للموضوع الاقتصادي. عندما نتكلم عن زيارة إلى العراق هناك ملفان يعني أساسيان، الملف الاقتصادي والملف الأمني. طيب دكتور عدنان، يتفضل الدكتور أغلو بهذه الإثراءات ويقول بأن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية، وهنا نتوجه إلى طريق التنمية اللي يعد العراق هو رأس مهمة هذا الطريق ومرتكز قوته، هل شجع تركيا لنسج خيوطها الاقتصادية مبكراً؟ بالتأكيد يعني الإشارات اللي جت من الأتراك من خلال التسريبات الإعلامية اللي دائما هم الأتراك سابقين في هذه المسألة، عندما عرضوا يعني الخطوات والملفات التي سيحملها أردوغان إلى بغداد، ذكروا هذا الملف أنه ملف طريق التنمية، هو طريق السكك الرابط اللي يربط أوروبا، هذا مهتمة بتركيا بشكل كبير، لكن هذا لا يحل الأزمة الاقتصادية بالفعل. اليوم أنا أشاطر صديقنا وأخونا العزيز دكتور طالب بأن الأتراك عندما يأتي رئيس بالتأكيد يحمل معه أجندات وبرامج ولديه حلول وهو صاحب قرار، ولكن نحن تعودنا كثيرا بأن الملفات العالقة بين تركيا والعراق معقدة بعض الشيء، وليس هناك مؤشرات أو على أقل تقدير فالنوايا حسنة لحل واحدة منها على أقل تقدير. اليوم عندما نتكلم عن أزمة المياه، يعني يصل العراق إلى حالة من يعني حالة من فقدان كميات كبيرة من المياه، يتم هناك اتصال تليفوني بين رئيس الوزراء وبين أردوغان لتكون هناك مكرمة تركية على مدى شهر،
وقيل بأن الإطلاقات لن تتجاوز 35% من المتفق عليها. ما حصل في فيضان تركيا، دفعت المياه إلى داخل الأراضي العراقية وأصبح الفيضان يهدد الكثير من المزارع ويهدد الكثير، لولا الحنكة العراقية في إدارة الفيضان قبل حوالي أكثر من 6 سنوات وإلا كانت مساحات كبيرة تغرق من العراق. فإذا هذه السياسة المائية وسياسة تركيا تجاه العراق يجب أن تكون في ملف الرئيس أردوغان، وأعتقد العراقيين والسيد السوداني بالذات سيركز على هذا الملف، وسيكون هذا الملف من الملفات المهمة الرئيسية. وأتمنى ويعني أتمنى وأنا يعني حقيقة أشك كثيرا بأن الأتراك سيوافقون على إطلاق يعني الكميات اللي يحتاجها العراق، لكن مع ذلك أقول العراق سيضغط بهذا الاتجاه. أما بالوضع الاقتصادي تعرف تركيا تتعرض إلى مقاطعة أو حصار أمريكا أو عقوبات أمريكية، وهذه العقوبات الأمريكية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي في تركيا، والعراق لا يستطيع كما مع إيران لا يستطيع أن يساهم في حلحلة الوضع الاقتصادي التركي بهذه العناوين. نعم يستطيع في تبادل اقتصادي، تبادل تجاري، ممكن سياحة، العقارات في العراقيين في تركيا كبيرة ويعني تتضخم يوما بعد يوم أو تكبر يوما بعد يوم، لكن واقع الحال يقول بأن الملفات العالقة بين تركيا عندي ملفين رئيسيين، ملف المياه وملف حزب العمال الكردستاني. وبالمناسبة حزب العمال الكردستاني لأخي العزيز الدكتور طالب، يعني لو تقرأ جغرافية توزعهم على أقليم كردستان يختلف عن منافقين خلق الذين كانوا محصورين في معسكر وفي بيئة غير بيئتهم. أما الأكراد في حزب العمال الكردستاني فهم منتشرون في الجبال والقرى الكردية، والقرى الكردية تتعاطف معهم بالعناوين القومي وليس بالعناوين الآخر، فهم ليسوا في معسكر وليسوا في مكان واحد، إنما هناك تعاطف كردي بحكم القضية الكردية المشتركة كما هم يتصورون. وإضافة لذلك مسألة يعني جردهم وحصرهم ودفعهم إلى خارج الحدود تصطدم بحرب أهلية كردية لو جاز التعبير بين القوى الكردية المتخاصمة بالحزب العمال الكردستاني أو الاتحاد أو ما شابه ذلك. لذلك القضية معقدة بعض الشيء بالنسبة للحزب حتى يمارس فيه نفس السياسة التي مورست مع منافقين خلق. دكتور طالب، يشير الدكتور السراج بأن هنالك مسارات سياسية ومسارات اقتصادية، ولكن الدكتور مصطفى أغلو قد تحدث عن الأزمة التركية الاقتصادية تحديدا، وهنا نشير إلى هذه الخيوط الاقتصادية التي يريد الجانب التركي الاتفاق عليها مع العراق مقابل ماذا؟ يعني أعتقد ربما النموذج البراغماتي في المنطقة هي تركيا. تركيا براغماتية إلى حدود بعيدة جدا، ومن يقرأ ربما حتى في العقد الأخير يعني يستطيع أنه يلم صورة متكاملة كيف أنه يتقاطع ومن ثم يعود بعد ذلك. وبالتالي هاي طبعا من يقرأ يستفيد من هذا الموضوع حتى يعرف كيف يتعامل في السياسة النفسية في غير يعني يتبادل معها وفق المعطيات على الواقع الراهن. بالتالي أنا أعتقد هذه ورقة مهمة يمكن يعني أن تفتح بها شهية تركيا، وبالتالي نستفيد. هسا على الأقل سنوبات نعمل على ربما تكتيكات، ما نقول استراتيجيات، لأنه باعتبار إحنا فقدنا آلة الاستراتيجية عندنا. يعني إذا نتكلم عن استراتيجية راويني مثلا مكان العمل حتى أقول بعد 5 سنوات أو 10 سنوات تنتهي هذه المشكلة. أنا عندما أتكلم عن أزمة المياه، ما العالم كله في أزمة مياه، أفغانستان والجمهورية الإسلامية قبل فترة كانت هناك ضرب عسكري وإطلاقات نارية في سبيل المياه، بالتالي أزمة المناخ، ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي من هذه الدول هي دول منبع مو دول متشاطئة. احنا ما متشاطئين مع تركيا، هي المنبع واتصل وذلك تتحكم بينا في كل هذه الأمور. إذا كيف نتعامل مع هذه الدولة؟ إذا احنا عندنا يا أصغر طفل اليوم يدرس في الابتدائية يعرف نهر دجلة ونهر الفرات وين يصب، يذهب إلى اللسان الملحي ويروح من شط العرب ويذهب إلى الخليج. لماذا يعني كل هذه العقود من السنين ما استطعنا أنه نسوي لنا سدود، نسوي لنا أفكار هندسية بالمياه أنه نستفيد من هذه المياه؟ ما عندنا هذا الشيء. بالإضافة إلى أنه إيش قد عندنا إحنا نسبة ارتفاع درجات الحرارة، إيش قد تتبخر عندنا من المياه. النتيجة طبعا إحنا عندنا تصحر. نعم ذكرت البصرة الزراعية راحت انتهت. يعني اسمح لي أستاذ أحمد أقول يعني بمعنى أنه حتى لا نرمي فقط الكرة على في مرمى الآخر، إحنا طبعاً نتحمل مسؤولية كبيرة جداً كمؤسسات، كوزارات، ككل هذه الأمور التي هي تشارك في نهضة العراق على الأقل استدامتها.
بالتالي نستطيع أن نتفاهم مع تركيا؟ نعم نستطيع والتفاهم أنا أعتقد طاولة موجودة، لكنه نحتاج طبعا إلى حنكة سياسية وإلى تعضيد ما تطرحه الحكومة في سبيل على الأقل أن نستفيد من سنوات قد تكون قد سنواتها عندنا بالنسبة لنا خطة حكومية. نعم موجود مشروع عندنا إياه، ما أعرف بعد أنا لازم يعني كمواطن أسأل حتى في سبيل هذا الوقت هذا الزمن نتحول طبعا إلى أمور تترك آثار إيجابية وربما قد ننتقل إلى ملفات أخرى. لكن في كل هذا الكلام أشاطر زميلي الدكتور السراج في تعقيد الملفات، لأن الموضوع الأمني عندنا معقد جدا عندما نتكلم عن وجود عناصر مسلحة. طبعا هذه العناصر هي مو عمر سنة وسنتين، عقود من السنين، وبالتالي تحتاج إلى تفاهمات قد تكون تفاهمات تخص دول المنطقة بأجمعها. هذه النقطة جدا مهمة دكتور أغلو. يشير الدكتور الفيلي إلى هذه التفاهمات قد تكون استراتيجية بالمرحلة المقبلة ولا تختص بين الطرفين بل تتعدى إلى دول المنطقة هنا. وكما يبدو أن تركيا حازمة أوراقها الاقتصادية نحو الداخل العراقي وبقوة، سيشارك الرئيس التركي في ملتقى اقتصادي في البصرة. هذا التنوع في اللقاءات وفي ترتيب الأولويات ما مخرجاته؟ هل ستكون على المستوى الاستراتيجي؟ أنا أشرت يعني بالبداية أن الملف الاقتصادي اليوم دكتور أغلو يبدو أن الاتصال عبر سكايب انقطع مع الدكتور أغلو. أشكرك شكرا جزيلا، وكنت أتمنى أن تتمم الفكرة الدكتور مصطفى حامد أغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. تسمعني دكتور؟ أنا أسمعك الآن. نعم أتمم الفكرة لو سمحت حتى يكون الوقت بإنصاف. أنا أقول أن العامل الاقتصادي هو مدخل لحلحلة كثير من الملفات الأخرى، هذا من ناحية. من ناحية ثانية يجب عدم ربط الملفات ببعضها البعض، يعني يجب أن يكون هناك فصل لكثير من الملفات. يعني اليوم إذا كان هناك ربما نوع من التأخر على التفاهم على ملف المياه، فهذا يجب أن لا يمنع من التسارع أو من حركة أو من التفاهم والاتفاق على ملفات أخرى. تركيا تجيد هذه السياسة، اليوم لها علاقات جيدة مع روسيا ولها خلافات مع روسيا. انقطع الاتصال مرة أخرى، أتأسف جدا من حضرتك الدكتور مصطفى حامد أغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي انضمت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، وشكر كثير لحضرتك الدكتور طالب الفيلي الباحث والأكاديمي. وتتفضل البقاء معي الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بالدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية. في هذا الملف دكتور يعني نتحدث عن النقاط الكثيرة للخلاف بين أربيل وبغداد، رغم صعوبة تفكيكها إلا أنها قد تأخذ طابع المرونة. إلا موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان ظلت النقطة العصية طيلة المدة الماضية. شنو مسارات الحل ما دام أن هذا الموضوع يرتبط بالشعب العراقي، سواء ماكو فرق أنه الشعب الكردي أو الشعب العراقي بصورة عامة؟ سيدي العزيز اليوم نتكلم بوضوح وبشفافية بعيدا عن كل يعني حالات يعني خلينا نقول انحياز، لأنه كما تفضلت يعني الأخوة الكرد هم جزء من الشعب العراقي، ولذلك هم يجب أن يتمتعون بنفس الامتيازات اللي يتمتع بها المواطن العراقي والموظف العراقي. هذا أمر يعني لا يمكن أن نساوم عليه بأي صورة من الصور،
إذا فعلا نريد أن يعني نبني وطنا ودولة قوية يجب أن لا نفرق بين فلان وفلان. هذا أمر بالتأكيد الدستور العراقي والحكومة العراقية ملتزمة به التزام كامل، ولكن خلينا نقول بشكل واضح الإقليم يحكم من قبل الدستور حسب قوانين الدستور، لديهم سلطة واضحة في إدارة الإقليم لثلاث محافظات، هذا أمر منتين منه، وهذه الإدارة تتطلب أن تكون إدارة حكيمة وقادرة فعلا على أن تستثمر الأموال الموجودة والمخصصة للإقليم للموظفين وغير الموظفين بطريقة صحيحة. هذا شيء قابله، يقابلها برنامج آخر إن الثروات التي تخرج من باطن العراق والضرائب وغيرها والمنافذ الحدودية يجب أن تكون موحدة وتسلم إلى الحكومة الاتحادية ليكون هناك نوع من عملية التوزيع العادل. هذه النقطة هنا معادلة، أنت عندك أموال وعندك ضرائب وعندك منافذ حدودية وأموالها لا تصل إلى المركز، الاتفاقات تقول يابا صدروا 250 والفلوس مال 250 بقوها لكم والباقي احنا نكملكم اياه، لكن هذا الامر ما يصير. يعني انت تطلب رواتب وانت تدير الاقليم وفي نفس الوقت ما تستطيع تصدر والصدر بدز فلوس وايضا منافذ حدوديه وايضا ضرائب ما تنطي ورقابه ماليه ماكو. هاي المعادله المعروفه، يعني هاي البساطه. قد يكون هناك بعض الاشكالات من هنا وهناك، قد يكون امور اخرى، لكن واقع الحال هاي النقطة المثيرة. بغداد من تتفق ويا أربيل كما تتفق مع البصرة، يعني البصرة تعطي النفط وإلها حصة من الميزانية تروح لها، هي تسلم النفط يروح لخزينة الدولة، كذلك الميسان، كذلك الناصرية وبقية الدول بقية المحافظات. طيب. لذلك أنا أقول اليوم إذا انطلقنا من هذا المنطلق راح نعرف الأهمية الرواتب. هل بغداد فعلا لا ترسل الرواتب؟ كم مرة بغداد حتى مع الظروف الصعبة خاصة في حكومة السوداني أرسلت بعناوين الدين بعناوين يعني الحساب مختلف، ولكن حاليا هسه أكو مذكرة تفاهم في هذه الأثناء. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ محمد الديشوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة دهوك. حياك الله دكتور محمد. يتحدث ضيفي الدكتور السراج عن هذه الحيثيات، وأسأل جنابك، اليوم كان هنالك وفد فني من أربيل عقد اجتماع موسع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في بغداد، هل ستنهي مذكرة الاتفاق اللي وقعت تنهي أزمة الرواتب برأيك؟ تفضل. سلامي أستاذ أحمد، أخ أحمد، وسلامي وتحياتي للدكتور عدنان، من رغم أنه حقيقة الدكتور عدنان معروف هذه المرة أم دائما يحاول يطرح بشكل بجانب الواقع. هنا أريد أن أؤكد منذ 2000 أولاً حكومة أقليم كردستان هي المنطقة الوحيدة بالعراق التي تعمل وفق القوانين. نحن عندنا دستور في الدولة العراقية يحدد يجمعنا كشركاء في هذا الوطن، بمعنى شركاء في ماء أقليم كردستان، شركاء في نفط بصرة ونفط أقليم كردستان، في غاز كردستان وفوسفات الأنبار، وآلية التوزيع أيضا واضحة جدا بحسب الدستور العراقي، التعداد السكاني، النسبة السكانية، إضافة إلى نقاط أخرى. وحقيقة كان يجب على الدولة العراقية أن تتفضل وتشرع قانون للنفط، يعني حقيقة ليس من الجائز أو حقيقة من المعيب نكون دولة نعتمد 95% من الميزانية من اقتصادنا على النفط وما عندنا قانون نفط. الآن بعض مواد الدستور غير مطبقة بما فيه تشريع قانون للنفط، بما فيه إجراء إحصاء للسكان. الحكومتين غير متفقتين على حصة أقليم كردستان من الميزانية العراقية. إذن أخويا ليش تقطع راتبي؟ أنا موظف أستاذ جامعي. حكومة أربيل وحكومة بغداد ما اتفقتا على حصة أقليم كردستان لأنه المركز لم يتفضل بتطبيق الدستور وإجراء إحصاء سكاني في العراق. مقابل هذا دكتور محمد، يعني الحكومة الاتحادية قالت لوفد الإقليم عالجوا المشاكل مقابل إرسال الرواتب، وإذا عولجت هاي المشاكل ستكون الرواتب في الحساب المخصص للإقليم نهاية الأسبوع المقبل. كاك عدنان، كاك أحمد، يعني حقيقة لاحظ أخوي، مو الآن
منذ 2019 نعم. حكومة أقليم كردستان تعمل وفق الاتفاق والقوانين قانون الميزانية، سواء كان 250 ألف برميل يوم بشكل يومي أو 400 ألف. المشرع العراقي حقيقة كان عاقل، قال إذا ما تسلم هذه النسبة 250 ألف برميل 400 ألف برميل شنو يصير؟ يتم استقطاع مبلغ هذه البراميل من ميزانية الأقليم، وهو ما تم. بمعنى في كل الأحوال حقيقة أقليم كردستان كان ملتزم بالقوانين، لكن هنا أريد أن أضيف كي لا أجلب للمواطن العراقي، العراق تكفيه مشاكل اعتداءات الأقليم، الموضوع الاقتصادي، الدولار إلى آخره. نعم. هناك اليوم في بغداد طريقة تفكير جديدة، إذا يسمحوا لي الأخوة أقصدها ممكن أن أقول عقلية جديدة، عقلية تريد أن تتفاوض وأن تكون القرارات المشتركة من خلال التفاوض. نعم. وهذه المفاوضات حقيقة أولا ما عدا الجو الإيجابي بين حكومة أقليم وحكومة الاتحاد، انعكس هذا التجاوب، هذا الجو الإيجابي على شارع أقليم كردستان أيضا. لاحظ كاك أحمد، أنا دائما أشير لأول مرة في حياتي أشوف المواطن الكردي، المواطن الكردستاني يرفع العلم العراقي طواعية فرحا لفوز منتخبه. طيب. هذه الأجواء ما كانت موجودة. هذه إذا كانت هذه الأجواء هي السائدة، يعني نتحدث جديدة. اسمح لي دكتور الديشوري، جديدة للتعامل. نعم. مع الشريك، واليوم أيضا أكو طاولة حوار واتفاق ومذكرة تفاهم دكتور عدنان، إمكانية تطبيق هذا الاتفاق وعدم التنصل كما جرى في المرات السابقة. هل أربيل مجبرة هذه المرة، بمعنى لا نفط يصدر وانتخابات قريبة ومطلوب منها تحسين الصورة لدى المواطن الكردي؟ دكتور الديشوري كاكك دكتور، احنا اليوم نتكلم بموضوعية لحل اشكال وليس لطرح يعني خصومات، بمعنى بغداد تقاطع الموظف الكردي لانه في الاقليم ولانه هو طبق القوانين وبغداد لا تطبق. احنا لا نريد ان ندخل في هكذا مساجلات، احنا يهمنا المواطن العراقي في اقليم، في البصره، في كل مكان، ان ياخذ حقوقه بشكل طبيعي. لكن هو السؤال العام، هل من المعقول لكل الحكومات العراقيه ان تقطع الرواتب دون ان يكون هناك سبب؟ يعني ليس هناك سبب، يعني هي عداوه، هي قضيه حكومه بغداد تعادي الاقليم وهي تعتبر الاقليم جزء من العراق. هذا أمر غير منطقي. لو تركنا التحليل العادي واستقبلنا المنطق العقلي لنجد أن هناك مشكلة، لنتكلم في حل هاي المشكلة، في أسلوب حل هاي المشكلة. وأنا أسألك سؤال وأنت عزيزنا، كيف اختلفت أربيل مع سليمانية؟ يعني سليمانية الآن ترى في مسائل التصرف أربيل في الأموال في الرواتب يختلف عن نظرة سليمانية، بل في سليمانية يريدون أن يرتبطوا ببغداد باستلام الرواتب بشكل طبيعي، وما حصل في زمن حيدر عبادي كانت الأمور تسير بهذا الاتجاه. والآن بنفس الطريقة هناك خلافات في داخل الإقليم حول هذه المسألة، وهناك خلافات في داخل الإقليم لتوزيع الأموال، يحتجون على الطرق ويحتجون على المباني ويحتجون على أمور أخرى، وهناك احتجاجات واضحة. أنا لا أريد أن أحمل الجانب الكردي مسؤولية كل شيء، ولكن لنحل القضية بشكل موضوعي. الشكل الموضوعي لا يمكن بأي صورة من الصور، مع وجود نواب كرد في الإقليم، مع وجود وزراء في حكومة السيد السوداني وفي كل الحكومات، مع وجود قيادات كردية، مع وجود رئيس جمهورية كردي، هؤلاء هل من المعقول أن يتركوا هذه الثغرة بعناوين بغداد لا ترسل رواتب؟ بالتأكيد هؤلاء مقتنعون بأن هناك سبب، والسبب تطرح بغداد بأنكم سلموا أموال ما تصدرونه بالمعلوم. ما نترك السكاكة، تعرف أكو تهريب وتعرف أكو أمور أخرى وتعرف أكو منافذ حدودية، اتركها اليومية تدخل بها آلاف التريلات، واترك الأشياء الأخرى والضرائب وغيرها. لكن خلينا نتكلم. طيب. على هاي القضية المفردة 250-220، هل فعلا دي تم تسليمها بشكل صحيح؟ الباكر أو بعد أو بكرة راح يجينا رجب طيب أردوغان دي يتكلم عن مسألة تفعيل خط. طيب. جيهان عبر الحدود، لا
واكو طيب. مشكله، اكو مشكله في التنصير ايضا. طيب دكتور، هاي المسائل يجب ان تدرس بشكل طبيعي، وانتم عندكم مشكله اخرى هي مشكله المستحقات للشركات الكبرى. طيب. ان لن تدفع فان المشكله تتعاظم على الاقليم وعلى العراق بالذات، لانه طيب. الحقول ستتوقف. انا اريد اطرح المساله التاليه، نعم. علينا ان نفكر بجديه، لا نميل الى هذا الجانب على حساب جانب اخر، لان المتضرر اولا واخيرا هو المواطن سواء كان عربي او كردي. لنطرح المساله ولنتكلم بعقلانيه اكبر. طيب. في تقديم اذا سمحت دكتور، يعني حضرتك طلبت بانه نغادر هذه المشاكل التهريب وغيرها في دقيقه دكتور محمد، يعني هل يعني سيزود الاقليم؟ الاتهامات المتبادله استاذ احمد بالتاكيد يعني هذه جدليات. لما تطلب بغداد من الاقليم تزويدها ببيانات الموظفين وحجم القاعده الوظيفيه لديه، هل ستسلم كردستان هذه البيانات لبغداد؟ أنا لاحظ منذ 2019 حكومة أقليم كردستان لها مجموعة اتفاقيات مع الجهات العراقية المختصة، مع رئيس الوزراء ومع واتفاقيات موقعة من قبل الوزراء، بل حتى أن وزير النفط العراقي عن عقود حكومة أقليم كردستان، نعم. أكثر من 8، هذا قول وزير النفط العراقي السابق، أكثر من 80% من عقود أقليم كردستان ليس عليها غبار. بتصوري الموضوع أبدا لا يتعلق بالجانب الكردي، للأسف ما زالت هناك عقلية في بغداد. صحيح الناخب العراقي الشقيق العربي عاقب هؤلاء، أصواتهم ذهبت وقلت إلى أقل من النصف، بل أيضا هذه العقلية يعني لا تستطيع أن ترى جزء من الوطن بمبلغ مجرد 5% من الميزانية العراقية يشهد هذا الإعمار، فيمكن تنكشف سرقته. لهذا يأتيك يتهم أقليم كردستان بعدم تنفيذ القوانين، بالتهريب. يعني اخوي انت الله يخليك، بس لا تهرب اموال العراقيين، مو دمرت بيوت الناس، انت تجي تحكي لي عن 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 التهريب، الله يخليك. في كل الاحوال هذه العقليه اللي كانت لا 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 تنظر ولا تريد ان يكون هناك تفاهم، هذه العقليه في التراجع. بالمقابل عندك حكومه اتحاديه، ما نلاحظه نحن هذه الحكومة تتوق إلى التواصل والتوصل أيضا إلى الحلول، إلى الاتفاقيات، وهناك اتفاقيات مبدئية أيضا. وحقيقة كشخص أنا متفائل أن يأتي يوما وشقيقي العربي في العراق لا يرضى ان يقطع ان تقطع ارزاقي انا واطفالي. وهذا ليس تفاؤل بل هذا واقع، واشار لدكتور السراج في بدايه حديثه. دكتور محمد اسمح لي ان اقاطع حضرتك لوقت البرنامج، يعني شرف على انتهاء. الدكتور محمد الديشوري استاذ العلوم السياسيه في حدثنا عبر سكايب من دهوك، وشكر كثير لحضرتك الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه. في أمان الله.